بس السؤال انا اخد الدور ده ازيك يا مدير السؤال المطلوب اهو تمام استنتج التصرف اللائق الذي يتوقف او يتوقعه بطل القصه في قوله ومضى الى اخر السؤال تمام الاجابه النموذجيه بتاعه الوزاره تمام بضغط على علامه الصح ده الاجابه دي الاجابه النموذجيه اللي لنا المفروض اعرف هو عاوز ايه ولتقييم الدرجه بتاعه السؤال تمام الولد لو كتب الاجابه الاولانيه بياخد الدرجتين كاملين لو كتب الإجابة الثانية يبقى نص إجابة بياخد درجة ما كتبش لدي ولا دي بياخد صفر الورقة فاضية بكتب له نو أنصر تمام ما فيش إجابة طب أنا عاوز أشوف إجابة الطالب فين بدوس على رقم بدوس على صح تاني هو تمام كده اداني إجابة إيه إجابة الطالب إجابة الطالب الموقف الغير لائق اللي هو إجابة على السؤال اللي احنا جبناه أدي الشق تمام بعدين الشق الثاني تناول معها الطعام دون ان يشكر يبقى ايه جاوب الشقين ففي الحاله دي انا بدي له الدرجتين كاملين اهو اديته الدرجتين كاملين وبعدين اعطاء ايه اعطاء الدرجه واي فاي اشتغل شويه ويفصل شويه بس احنا بنتغلب على المشكله دي بالشريحه اللي مع المدرس او الباقه اللي مع المدرس بيشتغل فيها في وقت لما يقع النت عندنا الاسئله بتنزل تباعا احنا من امبارح شغالين بسم الله ما شاء الله الناس بذلوا جهد كبير جدا في الموضوع ده وحابين الموضوع ده لانه اسهل كتير من الورق الامتحانات الورقيه